من جديد أهلا بكم في شير. عالم التكنولوجيا والابتكارات الجديدة كبير وواسع، فكل يوم يظهر جهاز جديد لتسهيل حياة الإنسان أو لزيادة معدلات الرفاهية. وفي ظل كل هذا الزخم من المبتكرات يتوه الإنسان في الاختيارات، ليظهر هو ضيفنا القادم وأشرح لنا أكثر عن هذه الأجهزة وكيف يمكن أن نحقق منها الاستفادة القصوى ونستمتع بحياة أكثر رفاهية. يلا باشا ابدأ. الفيديو ده النهاردة يوم الوقفة عشان أقول لكم كل سنة وانتم طيبين. وده دوري كصانع محتوى إن أنا أقدم لك حاجات كتير مختلفة ولكن عملية. أغرب الوصلات اللي ممكن تشتريها من الإنترنت، وده الجزء الأول بعد غياب كذا يوم. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وناس كتير قوي سألتني عليها الفترة اللي فاتت. هنتكلم عن ده. فاهم أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على الميكروفون وايرلس بيركب على أي نوع موبايل. سبيكر بلوتوث، يعني إيه سبيكر بلوتوث؟ يعني أنت تفتح كده. ومن القاهرة ينضم إلينا هيثم التميمي عبر تطبيق زوم. أهلا بك يا هيثم على شاشة الغد وبالتحديد في برنامج شير. أهلا وسهلا بحضرتك وأهلا وسهلا بكل مشاهدين قناة الغد. هيثم، يعني في البداية أخبرنا، أنت تعمل في مجال التجارة، ما الذي دفعك للدخول في صنع المحتوى وكيف جاءتك هذه الفكرة؟ في البداية أنا بشتغل في التجارة من فترة كبيرة جدا، ولكن زي ما أنت حضرتك عارف السوق متطور، واللي خلاني إن أنا أشتغل في صناعة المحتوى إن أنا دايما بيتعرض عليا منتجات كتير جديدة يوميا، وكان بواجه صعوبة كبيرة جدا إن أنا أبتدي أشرح للعميل بتاعي إزاي يستخدمها وإزاي يعرف إيه مميزاتها وهل هي هتفيد ولا لأ. ده كان بياخد مني وقت كبير جدا، إن كل حد بيجيلي بفضل أشرح له الكلام ده. بقى من هنا قررت ان انا اكون صانع محتوى. طب لماذا المحتوى التكنولوجي بالذات يعني يا هيثم؟ المحتوى التكنولوجي بالذات لان هو ده اساس تجارتي في البدايه. يمكن انا بشتغل في بدايه التكنولوجيا خالص من الالفينات، اول ما طلع الكمبيوتر والموبايل وبقت طفره كبيره في العالم، كنت انا بدايه شغلي في التجاره فيه. طبعا ده لان انا شخص برضه ميال شويه للالكترونيات وبحب المجال ده. طيب يعني لو تحدثنا اكثر يا هيثم عن تفاعل الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي معك. ده في يمكن في بدايات اختلفت شويه عن دلوقتي. التفاعل يعني بجد حاجه بتبسط الواحد جدا، ان هو بيتعامل مع الناس بكل بساطه، و عن طريق حتى فيديوهاتي لو حضرتك شفت التقرير اللي انت عملته جميل جدا ما شاء الله. بتعامل بكل بساطه، ببتدي اكلم الناس، مش بصنع او بحاول ان انا امثل في الكلام، بحاول ان انا اقول له ايه هو المفيد او التكنولوجيا. في ناس كتير جدا يعني 90% من متابعيني ناس اصلا بعيده عن التكنولوجيا، وابتدوا يحبوا موضوع ان هو يعرف ايه الجديد او الكلام ده من طريقتي، مش من موضوع ان هو بس حابب التكنولوجيا. طيب يعني لو تحدثنا هيثم أكثر عن الصعوبات التي واجهتك من خلال إلقاء هذا المحتوى أو تقديم هذا المحتوى. يمكن الصعوبات كانت في البداية، أول ما ابتديت إن أنا أقرر إن أنا أعمل أول فيديو ليا، طبعا أخذت فترة كبيرة إن أنا أحاول إن أنا أعمل فيديو، وكانت بدايتي إن أنا عملت الفيديو بنفسي، وكانت النتيجة مختلفة ان انا ما كنت متفاجئ شخصيا ان انا اعمل. فكانت صعوبات ان انا ابتدت في انتقادات بسبب طريقه الالقاء او بسبب طريقه ان انا طريقه تقديم للمنتج نفسه، لكن ده قدرت ان انا اكتسب. نريد ان نتوقف عند هذه النقطه هيثم، وازاي ان انا الانتقادات التي وجهت اليك لطريقه الالقاء، ما المقصود يعني ما المقصود هنا من هذه الانتقادات؟ يمكن اول ما جيت ابتدي اعمل فيديوهات كان في تنافس كبير جدا، في صناع محتوى كتير كانوا لسه بادئين، وكان ناس صناع محتوى بقالهم فتره كبيره عن
فممكن ليهم جمهور كبير مش عاجبهم ان حد تاني بيقدم نفس المحتوى، او في ناس تانيه بتبتدي تتكلم عن طريقه القائي، ممكن اكون قلت كلمه مثلا مش كويسه في الفيديو، ممكن اكون قدمت المنتج بطريقه غير اللي الناس مستنياه. هي روح التنافسيه يا هيثم يعني. طبيعي يعني في اي مجال بالظبط، اللي هي روح التنافسيه ما بينك وما بين المقدمين لهذا المحتوى الاخرين. طيب حدثنا عن طريقه صنعك لهذا الفيديو والمراحل. يمكن انا بعمل فيديوهات بتكون مدتها قصيره مش طويله، وده اللي الناس بتحبه اصلا، لكن هي الفتره بتاعت الفيديو مش هو ده الوقت بس. يعني ممكن اعمل فيديو دقيقه او دقيقتين، لكن انا ما بياخدش معايا دقيقه او دقيقتين. طبعا بياخد معايا وقت كبير جدا، ان انا المنتج نفسه لو انا هتكلم عليه ممكن بياخد يوم او اثنين او ثلاثه، بذاكر المنتج اللي انا هتكلم عليه واعرف ايه مميزاته وايه عيوبه والناس اكتر حاجه تستخدمها في ايه، مش بالضبط. كل حاجه. هنا هنا السؤال يا هيثم، يعني هل هناك مواقع تتابعها لمعرفه التفاصيل هذا المنتج؟ يعني ما هي ابرز المواقع التي تتابعها لمعرفه تفاصيل ما تقدمه من خلال هذا المحتوى؟ اكيد برضو بتابع مواقع كتير، شمعينه انا هو ده اللي بينقل لي كل الاخبار عن التكنولوجيا، لان لو انا بعمل كده كان كل الناس قدرت ان هي موقع واحد وكلنا بقينا زي بعض. لا انا عارف كتير واصدقاء كتير، هي ناس كتير جدا حتى من المتابعين بتهم بيحبوا يشرحوا لي عن طريق برضو اصدقائي معارفي في مصر او بره مصر، ودايما حاجات بتبقى لسه قبل ما تنزل مصر ممكن في ناس كتير من معارفي بيبتدوا يوصلوها لي ان في حاجه جديده نزلت، ببتدي ابحث عنها عن طريق مواقع كتير عالميه مش موقع واحد. طيب يعني وبشكل شخصي يعني هيثم، وبعيدا عن المحتوى، اكثر التطبيقات اللي بتتبعها في حياتك الشخصيه عبر طبعا مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو طبعا بشكل شخصي يعني انا طبعا متواجد على كل التطبيقات، لان ده بحيث ان انا بعمل فيديوهات انا متواجد على كل التطبيقات اذا كان فيسبوك او انستجرام او يوتيوب. لكن كشخص يعني الفيسبوك طبعا، لان هو بيبقى عليه كل اصدقائي وقرايبي واخواتي اللي انا بحب اشوف اخبارهم واتابعهم دايما، لان ما بقاش منعزل عن العالم شغل فقط لا غير، فاعتبر الفيسبوك اكتر حاجه. طب من خلال تجربتك يا هيثم، يعني اكثر القطع التي تبيعها والتي يهتم بها الذين يتواصلون معك عبر مواقع السوشيال ميديا؟ أكتر المنتجات، وكنت عامل سلسلة جميلة جدا يعني يمكن عدت 100 فيديو أو 120 فيديو تقريبا، اللي هي أغرب المنتجات اللي ممكن تشتريها من الإنترنت، حاجات ليها استخدامات. يعني انا اكتشفت ان مش كل ما هو جديد هو ده اللي الناس بتدور عليه. كل ما هو جديد عادي ممكن يعجبك لكن مش هتستخدمه يعني، لكن اكتشفت ان هو الحاجات اللي ليه حياتنا اليوميه وبتستخدم هو ده اللي الناس بتدور. انا شخصيا يعني من حاجات كتير يعني مش حاجه واحده. طب حدثنا اكثر، يعني كيف لعبت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذه التجاره وفي إيصال الفكرة إلى الجمهور وإلى المستخدم والمستفيد من هذه المنتجات؟ آسف أنا ما سمعتش السؤال. أكرر عليك السؤال، يعني حدثنا عن أكثر أو بماذا أفادتك مواقع التواصل الاجتماعي في إيصال الأفكار وإيصال طريقة استخدام هذه المنتجات التي تقدمها للجمهور؟ زي ما قلت لحضرتك ان هو الناس بتتعامل معايا دايما ان انا بحاول اوصل لهم الفكره بطريقه بسيطه جدا، ان انا بشرح له ايه هي الحاجه اللي انت ممكن تكون عايز تستخدمها في حياتك وان هي هتسهل لك استخدام كتير جدا، وان انا بتعامل مع ناس مش كمثلا فئه معينه سن معين، انا بتعامل مع فئات عمريه مختلفه كبيره جدا، ان انا اقدر اخاطبهم كلهم بطريقه بسيطه بطريقه سهله. في ناس ممكن تكون بالنسبه لها يعني بعيده خالص عن التكنولوجيا، ومجرد ما هو شافني او بيتفرج عليا هو عجبه طريقه الالقاء بتاعتي ان انا ببسطت الدنيا خالص، بقى محب للتكنولوجيا زيي. فدي من الحاجات اللي فعلا ان انا دي بسطاني في التعامل على السوشيال ميديا، حب الناس مش يعني مش اكتر من كده. ربنا يزيدك كمان وكمان يا هيثم. طب هل تستخدم كل هذه الاجهزه التي تعرضها للجمهور؟
للأسف للأسف أنا محب للتكنولوجيا، لكن وقتي فعلا كتير ضيق، لأن قسم السوشيال ميديا ده جزء من حياتي زائد حياتي الشخصية زائد تجارتي الأساسية، فيمكن بعرض حاجات كتير جدا، لكن قليل قوي إن أنا بستخدم حاجات ليها علاقة بالتكنولوجيا أكتر ما أنا بقدمها. طب أكتر الأجهزة التي أبهرتك؟ لا يمكن حاجات كتير في الاستخدام، يعني لو حضرتك شفت انا معدي ما شاء الله الاكثر من 1000 فيديو، اجهزه كتير جدا، يعني الحاجات الحديثه بالذات، واكتر حاجه بتبهرني الناس في اليابان موضوع الروبوت والحاجات اللي هم واصلين لها، ان هو بقى فيه ذكاء اصطناعي في بيعمل حاجات اللي انا لسه لحد دلوقتي ما وصلتلهاش، وده حلم من احلامي ان انا يبقى عندي روبوت زي ده، ان انا اقدر اخليه يشتغل معايا كمان ويطلع في فيديوهات معايا ونتعامل مع بعض. دي حاجه أبهرتني إن هي مش عندي، إن هي إن شاء الله هتكون موجودة. طيب هيثم، هل لديك نصائح تريد أن توجهها لجمهورك من خلال شاشة الغد وبرنامج شير؟ طبعا نصائح كتير جدا بالنسبة للناس بتعتبرني صانع محتوى مش عندي تجارة أو كده، إن أنا بحب دايما أقول للناس ابدأوا في الشغل على مواقع التواصل الاجتماعي، وحاولوا دايما تكون في مصداقية في كلامكم، ويكون في تعامل ببساطة، والناس هتوصل لها المعلومة. دايما بيقول لك اللي من القلب بيوصل للقلب. ضيف شير هيثم التميمي، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.